السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح ونحل تدريبات يونت 5 الوحدة الخامسة من كتاب جيم. لو عايز حل تدريبات الوحدات السابقة اضغط على قوائم التشغيل واختار قائمة الصف الأول جيم ترم أول 2024. يلا بينا نبدأ وليتس جيت ستارتد. يونت 5 الوحدة الخامسة بعنوان With My Family. With My Family يعني مع عائلتي. هنبدأ من بيج 108 صفحة رقم 8 Lesson 1 الدرس الأول. هناخد المين فوكابيولاري المفردات الرئيسية، ومفرداتنا هنا الرئيسية عن الفاميلي ميمبرز أفراد العائلة. أب فازر فازر فازر، أم مازر مازر مازر، أخت سيستر سيستر سيستر، أخ براذر براذر براذر، جد grandfather grandfather grandfather، جدة grandmother grandmother grandmother. read and match، اقرأ وصل. هنا جايب لي sister، sister يعني أخت. grandmother جدة، father يعني أب. الصفحة اللي بعد كده 109 عندنا هنا في محادثة ما بين أفراد الأسرة. أول حاجة عندنا هاني بيقول لمامته Have some tea mother، تناولي بعض الشاي يا أمي. فهي قالت له Thank you هاني، شكرا يا هاني. هنا البنت هنا بتقول لجدتها Please have some cake grandmother، من فضلك تناولي بعض الكيك يا جدتي. فالجدة ردت عليها وقالت لها Thank you Hannah، شكرا لك يا هنا. هنا عندنا extra vocabulary مفردات إضافية، بعض من يعني some some some، شكرا لك Thank you Thank you Thank you، من فضلك Please Please Please. في بيج 110 صفحة 110 عندنا language functions وظائف لغوية. هنا بيقول لك لما تيجي تسأل بمعنى من هذا، فأنت بتسأل بهو is this، هو is this من هذا. فيقول لك مثلا this is my، ده بيكون أخويا بابايا، تمام. this is my واسم فرد إيه من أفراد الأسرة. يعني مثلا الولد ده معاه صورة جده، فالأستاذة هنا بتقول له إيه هو is this من هذا، هو قال لها This is my grandfather، ده جدي. طب يبقى انت عايز تسأل واحد هو مين دوت اللي في الصورة مثلا، تقول له Who is this Who is this، هو يرد عليك يقول لك This is my، ويقول لك اسم ايه الفرد من افراد اسرته. This is my grandfather، هذا جدي. Look read and complete يعني انظر واقرأ واكمل. هنكمل باستخدام This يعني هذا، Who is يعني من يكون. Who is this من هذه، هي بتقول له مين ديت، فقال لها This is my sister، هذه أختي. This is my sister، هذا أو هذه. Okay. This بمعنى هذا أو هذه. Who is this مين ديت، This is my sister. طيب هنا هي بتسأل حاجة This، فقالت This is my mother، هذه أمي. يبقى هي بتقول من تكون هذه، من تكون أهو هنختارها من هنا، يبقى Who is. Who is this مين ديت، This is my mother، هذه أمي. وبيقول لك هنا إن who is دي اختصار who is، ماشي. لو أنت عايز تكتبها who is ماشي، عايز تكتبها whose كده تبقى إيه تمام برضو بمعنى من هذا أو من يكون. في بيج 112 صفحة 112 في عندنا براكتس تدريب على lesson 1 على الدرس الأول. listen and number يعني استمع ورقم the pictures الصور. طب أول حاجة بيقول لك brother، brother يعني أخ، اكتب عنده رقم واحد نمبر 1، يبقى هنا براذر نمبر 1. سيستر اخت نمبر 2 رقم 2. ماذر ام نمبر 3 رقم 3. فاذر اب نمبر 4 رقم 4. ريد اند ماتش اقرا وصل. هنا جراند ماذر، فين الجده، اهي نوصلها. براذر اخ اهو، سيستر اخت اهي، grandfather جد بقى نوصل الجد grandfather.
نمبر 3 ريد اند سيركل يعني اقرا وضع دائره. هنا بيقولك براذر، مين في دول البراذر الاخ؟ طبعا دوت نحط عليه دايره. grandfather مين الجد في دول؟ ادي الجد grandfather. sister اخت، مين الاخت؟ اهي sister. father اب، مين الاب؟ اهو دوت father اب. page 113 صفحة 113 look read and choose، انظر واقرأ واختار. طيب this is my a، ده بيكون مين؟ my father ولا brother؟ بابايا ولا اخويا؟ لا ده my father. this am ولا is my grandfather؟ ده جدي. هنقول this is يعني هذا يكون. how ولا who is this؟ عايز اقول من يكون هذا، يبقى who is this. This is my، دي بتكون مين؟ father بابايا ولا grandmother جدتي؟ لا ديت this is my grandmother. grandmother يعني جدة. number 5 look read and complete، انظر واقرأ واكمل. هنكمل باستخدام this يعني هذا او هذه او sister يعني اخت. طيب this is my، دي بتكون ايه؟ this is my sister، هذه تكون اختي. طيب بعد كده عندنا is my brother، عايز اقول هذا يكون اخي، يبقى this is my brother. الكلمة دي هنكتبها هنا this is my brother، هذا يكون اخي. number 6 trace the following، ده تبع الاتي. طبعا ده خط هنمشي على النقط ونكتب بخط جميل. في page 114 صفحة رقم 114 في lesson 2 الدرس الثاني، وده درس phonics يعني درس صوتيات او طريقة النطق. طيب عندنا هنا بيعلمنا نط حرفين، اول واحد فيهم هو حرف الاف، والساوند بتاع حرف الاف is ف ف كده، حرف الاف ينطق ف ف. طيب زي على flag flag flag، عائلة family family family، فادي ده اسم الولد ده اسمه فادي 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 فادي. up father father father. بعد كده بيعلمنا صوت حرف التي، وحرف التي الساوند بتاعه ت ت، زي شاي تي تي تي، شجره تري تري تري، تلفزيون تي في تي في تي في. look and circle يعني انظر وضع دائرة. قدامنا هنا شاي، الشاي اسمه تري ولا تي؟ لا اسمه تي شاي. العلم اسمه flag ولا family؟ flag علم. التلفزيون اسمه father ولا تي في؟ تي في تلفزيون. في page 116 صفحة 116 في practice في تدريب على lesson 2 على الدرس الثاني. listen and number the pictures يعني استمع ورقم الصور. أول حاجة flag، وflag يعني علم، فنكتب هنا number 1. تي شاي number 2. father أب number 3. tree شجرة number 4. number 2 read and match، اقرأ وصل. هنوصل تي يعني شاي، هنوصله فنجان الشاي. فادي الولد ده اسمه فادي. تي في تلفزيون. family وfamily يعني أسرة. number 3 read and circle، اقرأ وضع دائرة. طب flag يعني علم. تي في تلفزيون. tree يعني شجرة. father يعني أب. صفحة 117 look read and tick true يعني انظر واقرأ وضع علامة صح قدام الإجابة الصح. طيب هنا عندي شاي يعني تي، جايب لك هنا تي في ولا تي؟ لا ده تي، نحط صح عندي تي شاي. طب دوت فاميلي أسرة ولا فازر أب؟ لا ده فازر. تري شجرة ولا تي شاي؟ دي شجرة ولا شاي؟ لا تري شجرة، نحط صح هنا. طيب هنا علم، العلم يعني فلاج ولا فادي؟ لا العلم يعني فلاج. number 5 look color and write يعني انظر ولون واكتب. طب اول حاجة ده تلفزيون، وتلفزيون يعني تي في بيبدأ بحرف التي، هنلون حرف التي كده.
تمام، ونكتبه هنا تي تي في. طيب هنا اسره فاميلي، فاميلي بتبدا بحرف الاف، وهنلون حرف الاف كده ونكتبه هنا، وانتوا بتلونوا احسن مني زي ما اتفقنا. طيب بعد كده عندنا هنا شاي يعني تي، بتبدا ايه الشاي بيبدا بحرف التي، ونكتب حرف التي هنا. لو ما عندكش الوان اكتب رصاص عادي مش مشكله، يعني مش فيش حاجه توقفنا. طيب عندنا هنا الولد ده اسمه فادي، واسمه بيبدا بحرف الاف، ونكتب حرف الاف هنا فادي. يبقى انا عندي هنا تلفزيون اللي هو تي في تلفزيون، وفاميلي اسره، تي شاي، وفادي. السؤال السادس look and write، انظر واكتب. هنا عندنا شجرة، وشجرة يعني tree، علم flag، علم flag. طب وعندنا هنا شاي tea، وهنا up father، تمام tree flag tea father. بيج 118 صفحة رقم 118 في lesson 3 الدرس الثالث، وهو life skills مهارات حياتية، و values يعني قيم. بنتعلم هنا بيقولك let's be polite، يلا نبقى مؤدبين. طب وبيعلمنا هنا عرض وقبول شيء ما بطريقة مهذبة، يعني انت بتيجي تطلب من حد حاجة بطريقة مهذبة تقول له من فضلك، ومن فضلك دي يعني please، من فضلك يعني please، من فضلك يعني please. طيب انت بقى لو انت قبلت عرض بطريقه مهذبه، يعني مثلا حد اداك حاجه وعايز تشكره تقول له ايه؟ شكرا لك ثانك يو، شكرا لك ثانك يو، شكرا لك ثانك يو. يبقى عايز تقول من فضلك تقول بليز، شكرا لك ثانك يو، من فضلك بليز، شكرا لك ثانك يو. طب هنا البنت بتقول please من فضلك have some cake grandmother، يعني من فضلك تناولي بعض الكيك يا جدتي. فالجدة قبلت العرض بتاعها بقى وقالت لها thank you، شكرا لك. look read and complete، انظر واقرأ واكتب. هنكمل باستخدام please يعني من فضلك، و you يعني انت او لك، thank you شكرا لك مثلا. طيب هنا بتقول please have some cake grandmother، من فضلك تناولي بعض الكيك يا جدتي. فالجدة قالت thank you يعني شكرا لك، شكرا ليك انت يعني. بعد كده هنا بيقول لها have some tea mother، فقالت thank you شكرا لك. بيقول لها please من فضلك تناولي بعض الشاي يا امي، فقالت thank you يعني شكرا. في بيج 119 119 عندنا براكتس تدريب على lesson 3 على الدرس الثالث. بيقول لك is it a polite behavior، هل هذا سلوك مهذب، هل هذا سلوك مهذب. طيب هل ده تصرف كده في ادب؟ يعني لو كان تصرف مؤدب نعمل ايه دايره حوالين يس الوش اللي بيضحك، تمام كده. لو كان الحاجه دي غلط نكتب نوم ونجيب الساد فيس الوش الحزين. طب هنا الولد بيلعب مع صديقه بالكوره، فهنقول ايه دوت يس او سلوك ايه لايت مهذب. طب الولد بيزق صاحبه، لا 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 ده غلط جدا، ده اسلوب غير مهذب. طب ده بيدي لصاحبه الكتاب، اه اسلوب مهذب. البنت بتدي لصديقتها تورته، اه برضك اسلوب ايه مهذب. look read and choose يعني انظر واقرا واختار. please من فضلك have some ايه mother، من فضلك تناولي بعض الايه يا ماما، مع ايه؟ مع شاي، فناجين شاي، يبقى تي شاي. طب هنا بيقول لك I am polite، انا مؤدب، ولا please انا من فضلك، لا اسمها انا مؤدب I am polite. please من فضلك have some، من فضلك تناولي بعض الواتر المية، ولا كيك grandmother، ولا كيكة يا مام يا جدتي، تاكلي تورتة ولا تاخدي مية يا جدتي. طب هي معها تورتة يبقى كيك. هنا thank I ولا thank you، شكرا لك اسمها thank you، شكرا لك. بيج 120 صفحة 120 عندنا هنا بيقولك look انظر read اقرا and complete واختار. هنكمل الجمل باستخدام thank يعني شكرا، و cake يعني تورتة او كيك يعني. طيب please
بليز من فضلك هاف سام اي ماذر، من فضلك تناولي بعض الايه يا ماما، هي معاها تورته او كيكه، يبقى ايه كيك، هنكتب هنا كيك. طيب بعد كده دي بتقول شكرا لك، ثانك يو، ثانك يو، شكرا لك. نمبر 4 reorder the words to make correct sentences، رتب الكلمات عشان تكون جمل صحيحه. يو ثانك، هنبدا باللي هي لونها احمر دي، عايزين نقول شكرا لك يبقى ثانك يو، يبقى دي الاول ودي ثاني حاجه، ثانك يو. طب هنا ام اي بلايت، انا مهذب، انا مؤدب، يبقى اي ام بلايت. بليز من فضلك سم كيك، بعض الكيك، فازر اب هيم، يعني من فضلك تناول بعض الكيك يا بابا، يبقى هنقول هنا بليز هاف سم كيك فازر، من فضلك تناول بعض الكيك يا ابي. نمبر 5 سؤال الخط، بنتتبع النقط عشان خطنا يتحسن. بيج 124 صفحة 124 في جنرال براكتس، يعني تدريب عام على الوحدة. ريد اند ماتش، اقرأ وصل. أول حاجة براذر يعني أخ، فلاج علم، فازر أب، تري يعني شجرة. لوك ريد اند تيك ترو أور فولس، يعني انظر واقرأ وضع صح أم خطأ. طب دي grandmother، دي جدة، أيوة true صحيح. ده family أسرة، لا ده TV، يبقى false خطأ. ده brother ده أخ، لا false ده grandfather. ده تي شاي، true صحيح ده شاي. look and circle يعني انظر وضع دائرة. هنا ديت grandfather ده جد ولا mother أم؟ طبعا mother. دوت father أب ولا grandmother ولا جدة؟ لا father. الشجرة اسمها تي في تلفزيون ولا تري شجرة؟ تري. العلم اسمه فلاج ولا اسمه تي شاي؟ لا اسمه فلاج، فلاج يعني علم. بيج 125 125 look read and choose، انظر واقرأ واختار. this is my، دي بتكون مين؟ brother اخي ولا mother امي؟ لا دي mother امي. please من فضلك have some، من فضلك تناولي بعض الكيك، التورتة ولا تي الشاي يا مزر يا مامتي؟ طبعا هنا في ايديها تورتة يبقى كيك. this is ولا are my grandmother، دي جدتي. this is، this is يعني هذا يكون المفرد. this is a، ايه ده بيكون ايه؟ flag علم ولا tree شجرة؟ لا طبعا دوت flag علم. نمبر 5 look and write the missing letters، انظر واكتب الحروف الناقصه. طب ام يعني mother ناقصه اي، اسره family ناقصه اي، هنا عندي اخت sister ناقصه اس، فادي ناقصه اف. نمبر 6 ده سؤال خط، نكتب على النقط عشان خطنا يتحسن. اخر تدريب معانا النهارده هو التدريب الشامل على يونت 5 على الوحده الخامسه، بيج 126 صفحه 126. listen and circle، استمع وضع دائره. عندنا هنا علم يعني فلاج، اخت يعني sister، اسره family، جده grandmother، grandmother جدا. read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل باستخدام thank يعني شكرا، ومذر يعني أم. please من فضلك have some tea، تناولي بعض الشاي يمين يا مذر يا أمي. طبعا الكومة الفاصلة اللي على السطر دي بتبقى زي أداة نداء كده، بمعنى يا يا مامتي يا أخويا يا، تمام يا مامتي تناولي بعض الشاي يا أمي، تمام. طيب ايه يو هاني، شكرا لك يا هاني، يبقى ثانك يو هاني، نكتب هنا ثانك، ثانك يو هاني. لوك ريد اند بوت ترو اور فولس، يعني انظر واقرا وضع صح ام خطا. ذس از ماي براذر، ده اخويا، لا فولس خطا. اتس ا تي في، ده تلفزيون، ترو صحيح. ذس از ماي فازر، ده بابايا، رونج خطا.
please من فضلك have some cake. فازر تناول بعض التورتة يا أبي. معها تورتة، يبقى الكلام ده true، صحيح. Number four, read and match. اقرأ وصل. Who is this؟ يعني من هذا؟ This is my sister، هذه أختي. Please have من فضلك تناول some tea، بعض الشاي. Grandfather يا جدي. آخر بيج معانا يا أولاد، بيج 127 صفحة 127. Look, انظر، read، اقرأ، and complete، وأكمل. هنكمل باستخدام grandfather يعني جد، وcake يعني تورتة أو كيكة. Please من فضلك have some egg grandmother، من فضلك تناولي بعض الإيه؟ الكيك. كلمة كيك هنكتبها هنا، تناولي بعض الكيك يا جدتي. This is my، ده بيكون مين؟ ودي صورة جده، يبقى grandfather. Grandfather. Grandfather يعني جد. Number 6. Unscramble and write. أعد الترتيب وأكتب. طب هنا شاي. تي. تي. إي. إي. شاي. شجرة. تري. تي. آر. إي. إي. تري. أم. مازر. M. O. T. H. E R mother. Up father. F A T H E R father. Number 7. Reorder the words. رتب الكلمات to make correct sentences عشان تكون جمل صحيحة. Who this is، من يكون هذا؟ يبقى نقول who is this، من يكون هذا. طيب father this my is، هذا يكون أبي، نبدأ بالإيه؟ باللي لونها أحمر، الكلمة الحمراء. This is my father، هذا يكون أبي. خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.